بيفوت علينا يوم أو لحظة أو حتى موقف عمرنا ما بننساه وبنتغير كمان بعده، لأنه بيبقى ساب علامة في قلوبنا. ممكن تكون علامة وجع، حزن، فراق، أو حتى غدر. فبلاش نكره أيامنا دي، لأن إحنا بعدها بنبقى أعقل وأكبر وأجمل. أهلا وسهلا بحضرتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل عندنا أكتر من فقرة. فقرتنا الأولى هتكون مع الفنان عمرو شميس، اللي كان لي بصمة في العديد من الأدوار زي خطوط حمراء، مع الفنان أحمد السقا، وولي العهد مع الفنان حمد هلال، وهوجن مع محمد إمام، والحاج متولي مع الفنان الكبير الراحل نور الشريف رحمة الله عليه. حقيقة لقائنا كان جميل جدا معاه، قال فيه كلام كتير وأبرزها إنه بقاله 3 سنين من غير شغل. هنشوف ده في حلقتنا النهاردة. طيب فقرتنا التانية هيكون ضيفنا فيها فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي، واحد من علماء الأزهر الشريف، واللي هيتكلمنا عن فضل الصدقة الجارية ودورها في شفاء الأمراض وفك الكروب وتيسير الأمور، ودور مؤسسة فعل خير الخيرية في حفر الأبار وبناء المساجد وتوصيل المياه لغير القادرين. طيب فقرتنا الثالثة هتكون ضيفتي فيها سارة زادة، اللي هتكلمنا عن أسباب ضعف الحرق وثبات الوزن، وإزاي نفقد وزننا ويكون جسمنا حلو واللبس يليق علينا. تبدأ بإيه النهاردة يا نهال؟ خلوني أبدأ معاكم بالفنان عمرو شميس، ونطلع نشوف تقريرنا ده ونرجع لكم مرة تانية. أبقوا معنا. ولما بنبتدي يبقى المشوار لسه يدوب في بدايته، تفضل تشتغل 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 وعندك أمل إنك توصل للنقطة اللي انت باصص عليها. في كل حياتنا وفي كل مهنة، لأي واحد فينا صاحب عمل، ست أو راجل، طيب بنشوف طول الوقت الدراما والأفلام والممثلين، نسمع لقاءاتهم ونسمعهم هما بيتكلموا عن مدى تمسكهم بأحلامهم، عن ازاي تنقل، طب ازاي ترشح، لحد ما تلاقيه في وقت من الأوقات هو فخور بمشواره ده. طيب بتيجي تبص بقى على الجانب التاني، بتلاقي جوه العمل ده مشقة صعبة جدا، مشك في كل حاجة، مشك في حلمك اللي نفسه يتحقق، مشك لان انت بتبقى محتاج تترشح مرة واتنين وتلاتة. تعالوا بقى نسمع المشوار ده بأدق التفاصيل من واحد صاحب المهنة دي، أستاذ عمرو شميس. منورني ومشرفني. الله يخليكي، ده نورك يا أستاذة نهال. والله أنا سعيد جدا وأشكرك على المقدمة الجميلة دي، اهلا بيكي واهلا بمشاهدين صدى البلد. بحضرتك. اللي انا قلته ده صح؟ طبعا جدا. قولي بقى كده، بدات كام سنه؟ بدات وانا طالب في الجامعه.
او ممكن في ثانوي كمان، بس البدايه الحقيقيه كانت في كليه التجاره. وانا كنت بطلق على مسرح كليه التجاره مسرح معهد الفنون المسرحيه للتجاره. انا كنت بطلق عليه كده لانه كان اشبه فعلا بمعهد وليس مسرح، لانه كان في نجوم كبار، رغم ان هم دلوقتي عمالقه ونجوم كبار بس هم من يومهم وهم كبار. فانا تتلمست على ايد اخويا وحبيبي عمنا صلاح عبد الله، كان هو اللي بيخرج. الله الله. وكان زميلنا برضه فتوح احمد، وكان معايا بقى في الدفعه سليمان عيد وياسر انيس، وفي الاستاذ ياسر صادق المخرج الكبير المعروف، وفي ناس كتير، وحسان العربي ومصريين كتير، ومحمد عبد الوهاب اللي هو هاجر وبقى عايش دلوقتي في امريكا. فالحمد لله عشت في مسرح كليه التجاره، ودي كانت البدايه، وعملنا اعمال كويسه جدا الحمد لله يعني. طيب اول اشتراك ليك بقى في المهنه دي رسمي كان سنه كام؟ سنه 2000، مع في قبلها بدات حاجه بسيطه قوي، لكن سنه 2000 دي كانت البدايه الحقيقيه يعني اللي كانت باينه شويه، ولحد دلوقتي سايب اثر كويس. كان مسلسل الحاج متولي مع المرحوم العظيم العملاق نور الشريف، واخراج الاستاذ الكبير محمد النوالي. فانا كنت دكتور عبد الرحمن اللي كان بيعالجه في الاخر لما كان تعبان وكده وراح المستشفى، فانا كنت دكتور عبد الرحمن. دي كانت البدايه. رشيحك ازاي؟ جالك التليفون ازاي؟ احكي لي كده، افتكر معايا كده. لي اخ اسمه محمود شميس، هو بدا المشوار من الصغر لحد ما بقى منتج كبير جدا دلوقتي ما شاء الله عليه يعني، ربنا يخليه. هو كان صديق الاستاذ محمد النوالي وقال له، فقال له خليه يجي لي. انا رحت حضرته بغرفه الترابيزه كانت في الدقي، وقابلت الاستاذ نور الشريف، كنت اول مره اشوفه، وكنت اول مره اشوف ماجده زكي والممثلين العمالقه الكبار وغاده عبد الرازق وكله يعني. بس وبعدين قال لك طب هنجربك كده في حاجه بسيطه وحاجه صغيره. فاكر ان الاستاذ نور الله يرحمه يعني كان بيشجع كل الممثلين بالذات الصغار، صغار الممثلين، كان بيرحب بيهم جدا وبيقابلهم مقابله كويسه جدا، وكان بيشجعنا يعني بصراحه يعني. بس دي كانت البدايه يعني. استاذ نور الشريف معروف عنه في الوسط الفني انه كان يعني شخص مساعد جدا، يعني كان دايما بيتكلم، بيشارك، بيقول رايه في البلاتو. ليه طبيعه تخصه الله يرحمه؟ انت حضرته في عزه يعني، بتتكلم حاج متولي، دي مصر كلها كانت بتتفرج على الحاج متولي. لا وغير الحاج متولي كمان اشتغلت معاه في العطار والسبع بنات بعديه، وعيش ايامك برضو السنه اللي بعديها، كذا سنه ورا بعض كنت اشتغلت معاه، كانت اعمال اخراج الاستاذ محمد النوالي. وفي العطار والسبع بنات انا كنت عامل دور كامل للراجل الطيب، كان في شخصيتين كده ضد بعض، هو واخوه كان ممثل الخير الممثل الكبير الاستاذ عماد، ناسي اسمه، لكن انا كان معايا رضا ادريس، هو كان بيمثل الشر وانا كنت بمثل جانب الخير، فهو كان دايما بيساعدني وبيوجهني في الحته دي. لك ايه مثلا؟ لا يعني قولها كده، لا قولها كذا، وما بيبخلش على حد. حتى والله انا فاكر كويس جدا في مره قال الاستاذ محمد النوالي يا نقلي عايزك تجيب وشهم من قريب عشان هم لسه مش معروفين قوي. والله كان جميل بصراحه، هو شخص كان جميل جدا وكان ودود جدا، وكان في الكواليس بقى بيحب يضحك ويهزر ويتكلم كده يعني. هو مفكر النجوم دول ما بتضحكش، بتمشي بقى كده بقلاطه كده. لا والله خالص، انا فاكر في مره في مسلسل عيش ايامك كان في مشهد بيني وبينه، انا كنت طالع زميله في الشغل وصاحبه بقى، بنروح نفطر مع بعض، نروح نفطر مع بعض ونتعشى بره مع بعض وكده يعني. ففي مره بيحكي لي عايز، المفروض انه هيحكي لي على قصه ان هو راح للطبيب النفساني وغير في شكله وصبغ شعره، عشان لو تفتكر المسلسل ده هو صغر شويه حتى في الاحداث يعني. ف يعني هو عشان يصغر في الاحداث لجأ للدكتور نفسي؟ لا ده كان جوه العمل، كشخصيه جوه العمل، جوه العمل. هو كان متجوز برضه عبله كامل، وحب جارته، قصه كده يعني، او زميلته في الشغل كانت الله يمسيها بالخير عايده رياض. المهم ان هو كان المشهد ما بينه وبينه، فانا قاعد خايف وعمال اقول طب، عمال اسمع مع ناس ثانيه، فقلت له راح عند اهلي، فين عمرو؟ تعالى تعالى. وراح قاعد متكلم، تعالى قول معايا. وكان لسه حبيبي بيلبس يعني وبيوضب نفسه وبتاع، وقاعد شغال، هو قاعد بيلبس وبيكمل لبسه وبيعمل له مكياج وشعره، وهو شغال معايا. طب نقول كمان، طب نقول تاني، هو اللي بدا مش انا. ودي بتبقى صعبه جدا. بيبقى حافظ دوره؟ انت خطير ما شاء الله عليه، كان خطير، بسم الله ما شاء الله عليه يعني. الله يرحمه بقى، الله يرحمه يعني. كان ممثل هايل بكل المقاييس يعني، وشخصيه كانت جميله يعني، ودوده يعني. فاكر له حاجه برايفت بينك وبينه؟ حتى بس لا ابدا والله، كان في العطار والسبع بنات بقول له تفتكر انا استاذ نور الناس هتعرفني؟
لان هو برضه انا كنت لسه في البدايه ولسه يعني ادوار دور صغير، بس قال لي يعني انت مشاهد كتيره ومع الوقت هتتعرف، بس المشاهد احنا ربنا ان المشاهد كتيره مش قليله، لان كان فعلا كان في مشاهد كتير في العطار والسبع بنات. انا كنت عامل دور كامل للمساعد بتاعه المعلم في المحل، فبظهر في كل الـ الشطات اللي داخل المحل بتاع العطاره انا كنت موجود معاه فيها. دايما كل واحد بيبقى عنده حاجه عايز يوصلها في شغلانة بتاعته. ايه كنت عينك على فين؟ كل واحد طبعا بيبقى عينه على قمه، يا ريت يعني. والكلام ده من زمان، اكتر من 20 سنه زي ما بقول لحضرتك يعني. لكن للاسف هو الواحد بيقابل معوقات كتير وبيقابل مطبات كتير اثناء الرحله، فبتعرقل المسيره يعني، وده بيبقى غصب عن الواحد وخارج عن ارادته يعني. زي ايه مثلا؟ يعني في حاجات بتحصل كتير يعني، مثلا ممكن اترشح لدور ولا اي حد تاني اخده، بتحصل كتير يعني. وروح اخد الورق، وانا في مره رحت واتفقت واخدت الورق وكنت فرحان بيه جدا وحفظت وكل حاجه، وبعدين فيلم ولا مسلسل؟ مسلسل بدا ذكر اسمه، لان رحت التصوير لقيت واحد تاني بيمثل بدالي يعني. والله العظيم ده حصل يعني. من كام سنه ده؟ من برضه حوالي 18 سنه بتاع حاجه زي كده. دخلت كده اللوكيشن لقيت حد تاني خد الدور بيمثل مكاني. هو في مره اختلفت مع مدير انتاج مش عارف كان على ايه، وبعد ما صورت بعض المشاهد كان في مسلسل العظيم يحيى الفخراني، بس انا ناسي اسم المسلسل. وبعد ما صورنا كذا مشهد، من ضمنهم مشهد هو بيلقي خطبه وهو عضو مجلس الشعب، فقاعدين كلنا ما فيش كلام يعني، بنسقف وبتاع، الناس كلها قالت ده عمرو خلاص بقى كومبارس كبير يعني، ما فيش دور خالص يعني، يعتبر ان ما فيش دور خالص، لان دوري كله بعد كده خد واحد تاني نتيجه لان حصل خلاف ما بيني وبين مدير الانتاج. لكن بعد كده مع مرور الوقت بدات ان انا اتعرف شويه بشويه، لجانب طبعا الدفعه الكبيره الهائله اللي اداها لي اخويا المنتج الكبير المعروف اخويا محمود شميس ربنا يبارك له. بدات بقى الادوار تزيد الحمد لله وتعلى، وبداوا الناس يعرفوني، وبدات اشتغل بقى مع مخرجين تانيين لجانب الاستاذ محمد النوري طبعا كان له فضل كبير عليا، في الاستاذ احمد صقر اشتغلت معاه، وفي المرحوم الاستاذ نادر جلال رحمه الله عليه من الشخصيات العظيمه الجميله اشتغلت معاه في العقرب، كنت عامل دور شلاطه العجلاتي. وبعدين اول مشهد انا يعني ما كنتش اعرفه، فكنت قابلت قبل كده معاه في بروف الترابيزه او في مكتب بتاع الانتاج مره، لكن هو من الشخصيات الديسنت قوي وابن ناس قوي الله يرحمه كان هايل يعني. او مع اول شوت بعد ما خلصت لقيته جاي بيحضني وبيبصني وانا اول مره اشوفه اول مره اعرفه يعني. فدي برضو سابت انطباع كويس عندي يعني. دايما يعني بيبقى لك اصحاب حواليك من مجال شغلك بتتكلموا مع بعض تقولوا ايه؟ كتير بقى، في ناصر سيف وفي رضا ادريس وفي استاذ عماد رشاد انا افتكرت اسمه طبعا كان صديقي برضه، وفي بقى اصحاب كتير في المجال في الوسط الفني، وبنتكلم في كل المجالات يعني، وبنتكلم في الشغل اخباره ايه ويا ترى هتعمل ايه وكده يعني، والمشاكل اللي بتقابلنا ايه، كل ده موجود يعني. وما زال اصحابي برضه من كليه التجاره ما زلت لازم اذكرهم بكل خير، المجموعه دي لن تتكرر المجموعه دي، بس انا خايف انسى حد فيهم. لكن زي ما قلت لحضرتك عمنا صلاح عبد الله ده على راسنا من فوق، كان بيخرج لنا وهو اللي علمنا التمثيل صراحه يعني، فتوح احمد صلاح عربي، في ياسر انيس موسيقار كبير دلوقتي معروف، في الاستاذ احمد رمضان برضه موسيقار معروف كبير، وفي ياسر صادق مخرج كبير ومعروف، في سلمان عيد، في امير شاكر مخرج كبير ومعروف، كلهم ناس بسم الله ما شاء الله يعني. الدفعه دي خرجت عباقره. وكان على المستوى الثاني بقى، على مستوى الكليات الثانيه، كان في خالد صالح في خالد الصاوي، وكان في محمد رياض كان في علوم وكان دايما بيتنافس على المركز الاول في الجامعه. ف يعني وكان في طبعا معانا برضو ناس تانية كتير، انا بس مش عايز انسى حد، لكن انا بخص انت بتقول كل الرجال ما فيش ستات خالص، والجنس الاخر فين؟ كان في نيفين السعدي ومدام عزه الحسيني رئيسه مهرجان الاقصر حاليا، استاذه كبيره عزه الحسيني كانت زميلتنا وكانت مخرج منفذ معانا في الاعمال، وكانت ممثله هايله على فكره من الطراز الاول. كل دول معروفين جدا جدا وكلهم انطلقوا يعني الحمد لله. ده مصدر رزقك؟ لا انا كنت موظف، وانا يعني كل جيل الثمانينات تقريبا كان كل هدفه انه بعد ما يخلص دراسته بكالوريوس تجاره او وات ايفر بقى ليسانس او بكالوريوس هندسه او اي حاجه، يخلص جيش ويسافر، ده كان الفكر السائد وقتها يعني. فالفكره ده كان مسيطر عليا فعلا من فتره طويله، وفعلا نفذته وسافرت، وبعدين رجعت اتجوزت
وقعدت شويه لقيت برضو المساله مش مرضيه قوي، الوظيفه مش جايبه عمها قوي، سافرت تاني كل ده. بس سافرت فين بقى؟ كنت في السعوديه. الحمايه كان معاك مين بقى؟ الحمايه جزء سادس. معاك مين؟ كان معانا الهام شاهين ودره. ودره الله يرضى عليكي. صح، انا كان لي مشاهد مع دره وناس كتير طبعا. طبعا الاستاذ الكبير ممدوح ابو عليم الله يرحمه كان توفى في الفتره دي. لكن كان موجود بقى حبيبنا اللي بحب اوجه له التحيه دلوقتي وبدعي له، وبطلب من كل المشاهدين قناه صدى البلد ان هم يدعوا له بالشفاء، رب يشفيه ويمهم السلامه. وعلى المستوى الشخصي حاجه فوق الوصف، استاذ هشام سليم ربنا يا رب يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه. اول اجر اخذته 150 جنيه تقريبا. ارحم بيه بقى. كان مبلغ على فكره. سنه كام بقى؟ سنه 1999 حاجه زي كده. تقول الحمد لله انا المهنه دي ممكن تجعلني مستقر. على الاقل بتسند طبعا. طبعا سند طبعا جنب الوظيفه سند طبعا، ما اقدرش اقول لا يعني. لكن الـ 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 الاعمال اللي انا بعتز بيها وسايب اثر، وطبعا ما اقدرش انسى فضل طبعا واحد من عمالقه الدراما المصريه اللي يعدوا على صبع ايد واحده، عمنا الكبير الحاج اسماعيل عبد الحافظ رحمه الله عليه. ده اشتغلت معاه المصراويه الجزء الاول والجزء الثاني، حاجه فوق الوصف بقى، حاجه فوق الوصف وفوق الخيال يعني، كشخصيه وكاخراج وكتعليم وجدعنه ومحبه وكل حاجه كل حاجه. المصريه كانت حلوه فيه زي ما هو احنا شفناه كده؟ جدا. احنا كنا يعني مش عايز اقول لك يعني، اولا انا عشت في المصراويه، كنا بنصور في حته اسمها بشنين دي في وصل الدهشور، حته بتاعت السدات الجبري الملكة الجبرية، فعبارة عن زي استوديوهات مفتوحة، بلد قرية فيها ترعة وفيها كل حاجة يعني. فدي كان مثلا المصروية لوكيشن حقيقي، لوكيشن حقيقي بس معمول خصيصا يعني، هو هم لو هم لقوه ان هو انسب مكان يتصور فيه المصروية. مين في زمايلك بتشوفه دلوقتي ذكي؟ يعني موجود بتفتح التلفزيون وتشوف الاعمال الجديده بتلاقيه بصداره محافظ على نفسه ودنيته وانه دي مهنته وموجود يعني. بصي انا عايز اضرب مثل واقوله للساده المشاهدين كلهم وبالذات اللي عايز يمثل واللي عايز يشتغل في التمثيل، في مثل كبير جدا وهو مش كبير، هو نفسه صغير بس انا بعتز بيه، بقول دايما كده اللي عايز ينجح لازم يكون حماده هلال في نفسه. شخصيه فوق الوصف من حيث الطيبة والجدعنة والأصالة والرقي والنبل، وبيعرف ربنا كويس جدا، بيصلي مواظب على الصلاة مواظب على قراءة القرآن، تسمعيه وبيقرأ القرآن جميل، وهو هادي وطبعه هادي وبيمسح حلو. كنت معاه في ولي العهد. ولي العهد. كنت سلامة الحلاقة جوز خالته. الدرجة دي محمد هلال شخصيته رائعة؟ ايوه جدا جدا جدا، من الشخصيات اللي انا بعتز ان انا اشتغلت معاه جدا. طبعا في شخصيات تانية كتير يعني، في احمد رياض محمد رياض وفي حماده بينكم وبين بعض. محمد رياض، لا احنا دايما نقول له يا رياض يا حماده يا رياض يعني، يعني يا اما حماده يا اما رياض على طول. برضه محمد رياض عشره عمري يعني، وممثلين الكويسين جدا، انا كنت مسميه ملك الرومانسيه، رومانسي كده وهادي ومحترم، كوميديان جدا من الدرجه الاولى فوق ما يتصور اي حد. في الكواليس كوميديان جدا بيضحك اي حد يعني. وكان زي ما بقول لحضرتك انا قلت مين تاني غير محمد هلال ومحمد رياض؟ او محمد رياض، وفي محمد عادل امام برضه من الشخصيات اللي بعتز بيها قوي. برضه كان جيل بعدك. ده جيل بعد مني، ده جيل بعد مني بشويه حلوين يعني، بس هو طبته وجدعنته وخفه دمه، واشتغلت معاه في كذا حاجه برضه. مش مغرور عشان ابن الزعيم وكده؟ هوجن والنمر؟ لا خالص خالص، لا خالص خالص. ده لعبانات انت كنت مع مي عز الدين، ودي كانت. بصي هنرجع بقى للاعمال اللي هي قريبه من قلبي قوي، في اتنين قريبين جدا جدا من قلبي والشخصيات اللي انا عملتها بعتز بيهم جدا. في ده لعبانات كنت عملت عزوز صاحب الكباريه اللي هو اشتغل فيه حماده اللي هو محمد عادل امام، سعد الصغير. وسعد الصغير وريم البارودي. تمام. محمد امام يعني كانت الانطلاقه بتاعته تقريبا من دلع بنات يعني، بعديها انطلق نحو القمه. المسلسل ده كانوش حلو على ناس كتير جدا، اغلبهم انطلقوا وخدوا بطولات. ما شاء الله كلهم انطلقوا وخدوا بطولات، وزي احمد فتحي وزي محمد امام
برضو صديقتنا ريم البارودي وناس كتير. يعني احنا زمان كنا نقول ليه الممثل ده جميل جدا، فيقول لك ما هو الدور بينادي صاحبه. لا، دلوقتي الدور بينادي صاحبي، الدور بينادي صاحبي للاسف. استنى، يعني زمان فعلا كنا نسمع الكلمه دي من كل الممثلين، يقول لك الدور بينادي صاحبه. لا دلوقتي لا، مع بعض تقولوا ايه؟ بنقول ده زي ما بقول لك كده، دلوقتي الدور بينادي صاحبي. شيله ليا بقى، معارف، اصدقاء، ماشي. احنا ما انا برضو دخلت كده في الاول برضو، بس كنت محتاج البوشنج ده الاول عشان اتعرف. بس دلوقتي بعد ما اتعرفت، طب فين بيأذي ده يا استاذ عمر؟ الوعد كتير فتره طويله بيأذي. يعني انا اخر حاجه زي بقول لحضرتك كنت مع اخويا محمد عبد الخالق في مسلسل من 6 شهور، مسلسل انتاج شركه محروس اسمه شارع 9، تاليف الاستاذ الدكتور حسين مصطفى محرر. قبليها 3 سنين ما شفتش كاميرا، 3 سنين ما شفتش كاميرا. يعني انت قعدت 3 سنين ما اترشحتش؟ ما كلمتش حد ليه؟ بكلم وباخد وعود بس، حاضر وعينينا زي ما قلت حضرتك في الاول، ودي كانت بتحصلنا في الاول وبدات تحصل تاني في الايه؟ في الاواخر للاسف. ان اكلمهم تاني، اخد وعده وفجاه ان حد تاني خد مكاني وهكذا، لاسباب كتير بقى. ايه بقى مثلا؟ يعني انا دور حط دوري في ولي العهد على فكره، كان على اخر لحظه لولا تدخل الاستاذ احمد ابو زيد، وده حبيبي برضو ابن الاستاذ العملاق السيناريست المعروف محمود ابو زيد رحمه الله عليه. فاحمد ابو زيد برضو كان من ضمن الناس اللي بتحبني وانا بحبها جدا، لانه كان في مسلسل العار انا كنت عامل دور المحامي، وهو واخويا محمود وشركه الانتاج كبروا الدور شويه، حتى كنت محامي الاثنين، محامي مصطفى شعبان ومحامي الخصم علا غانم، ودي كانت جديده شويه. لان الحمد لله لقوني كويس، وكان ساعتها العمل بيطلع من اشبهها لك زي من الفرن على ترابيزه السفره على طول. بمعنى ايه؟ كان بيكتب المشهد يوم بعد يوم، فبدا يعرفوا ان عمرو ده عامل دور كويس، ويقدر، فنزوده بقى نزوده. فالحمد لله زادت، كلنا خدنا دفعات وكلنا كنا محتاجين لدفعات، لكن مش باستمرار بقى، مش على طول بقى هيبقى هم شله بس بتشتغل والباقي يقعد في البيت. في ناس عمالقه عمالقه في الاداء الدرامي والاداء التمثيلي وقاعدين في البيت. مين مثلا؟ ناس كتير جدا. انت شايف عملاق من العمالقه والله لسه يغيب كده؟ هو لسه رجع تاني بس، والحمد لله. يعني ما اعرفش انا، ربنا يشفيه او ربنا يقومه بالسلامه. بيقول انه يعني احواله الصحيه مش قوي زي الاستاذ طفي عبد الحميد. قعد كام سنه؟ استاذ نبيل الحلفاوي ده مش ممكن، حقوق تمثيل، ده استاذ تعلم منه اجيال. فين هو؟ فين ناس كتير؟ بلاش انا خالص، بلاش انا سيبك مني انا خالص. انا بدور على الحاجه اللي انا بحبها وبحب اشتغلها، وفي نفس الوقت تساعدني على مصاعب الحياه. مصاعب الحياه كتير، وناس كلها فاكره على فكره ان الناس اللي بيشتغلوا ادوار سنويه وادوار تانية وثالثه. كنت عايز اسالك السؤال ده بس قلت لو هو قال براحته. لا، هو دايما انتوا بتتعاملوا معامله الممثلين اللي بياخدوا ادوار وفلوس كتيره. ما يعرفوش ان فوق في الصف اول ده في 6 صفار، الصف الثاني الستة دول بينزلوا بيبقى حوالي 0 أو 3، 3 أصفار صفرين الصف الثاني. الصف اللي بعديه بقى أنا خايف نوصل بعد كده لصفر، بس مفيش أرقام جنب الصفر. فلا، في ناس بتاخد بال 30 40 مليون، مش نجوم بيحققهم بيبيعوا بيهم. يعني العمل بيتباع بيهم وبيتوزع بيهم وبيجيب أرباح بيهم وبينجحوا، تمام، وبينجحوا العمل. لكن الناس الثانية فين؟ الناس الثانية عندها برضه ظروفها وعندها مصاعبها وعندها احتياجاتها. اسكتش. انا يا استاذه نهان، اليومين دول انا بقالي فتره طويله جدا ما شفتش اوراق نقد ولا شيكات نقديه. انا دايما باستمرار بشوف اوراق فواتير. بتقول ايه دلوقتي؟ بتراجع حساباتك؟ بتبص للشغلانه دي ازاي؟ بقول ربنا يدي للناس كلها توفيق والسداد. يعني في زي ما قلت لحضرتك، يعني مثلا في ناس انا زعلان منهم طبعا، بس مش عايز اذكر اسماء. ايه؟ هم عارفين في وعود كتير قوي خدتها وفي اتفاقات انت زعلان منهم وترشيحات علشان وعود خدتها. وعود وترشيحات، وكان في صداقه وكان في معامله وكان في اخوه، وبعدين ستوب، ما فيش. يعني مخرجين، بعض المخرجين في عمله كده، وعادي جدا بتمشي الحكايه يعني. وفي ناس ما زالوا لحد دلوقتي بيقعدوني، وربنا ييسر الامور. يعني ان شاء الله يكون في حاجه في رمضان اللي جاي يا رب ان شاء الله.
بتمنى بتمنى كل موسم رمضان بتستنى حد يكلمك. وحاليا كمان في دلوقتي شغل قبل رمضان، يعني حاليا في شغل قبل رمضان. النهارده بقى في 2 سيزون، الاول قعدنا فتره طويله قوي كام سنه كان السيزون الاوحد هو رمضان، وكان كل التجهيزات والاعداد لكله عشان نشتغل ونعرض في رمضان. دلوقتي لا بقى في النهارده بتعرض في شهر ديسمبر وفي يناير وفبراير قبل رمضان بكذا شهر، واعمال بتنجح جدا جدا واعمال هايله جدا جدا. يعني عايز اقول لك على حاجه، في ناس النهارده بتدفع فلوس عشان تشتغل. ما تنبهريش قوي يا استاذه، لان ده حقيقي بيحصل. في ناس بتدفع فلوس عشان تشتغل تحت بند الاعمال المستقله، تحت مسمى الاعمال المستقله، ونجمع الشيء مع بعض وننتج. لا بس في ناس انا شفت بعيني، ما حدش قال لي، وفي ناس بتروح يعملوا اوديشن يدفعوا فلوس، يدفعوا فلوس ويسهروا واخدها سبوبه، يعمل الاوديشن ويعمل الفيلم ده ويجيب الناس ويعمل لهم اختبار وتست كاميرا ومش عارف ايه و و و و ويدفع كذا ويدفع، وبعد كده مفيش حاجه بتتم. وفي ناس بتدفع وتشتغل، في ده وفي ده. بس هو دفع كام؟ طب هياخد مرتب كام؟ في ناس غاويه الظهور بس، وفي ناس معاها فلوس مش مهم مش فارقه معاها، وفي ناس ما بتطلبش اجر خالص وما بيتكلمش في اجر خالص، فبيدوله قليل جدا او ما يديلوش خالص. في ناس كده كتير، في ده وفي ده يعني. لكن المساله دلوقتي بتعتمد على الشلاليه وبتعتمد على المعارف وعلى الوسائط اكتر من اي حاجه تانية. لكن برضو مهما كان الانسان الموهوب او اللي بيعرف يشتغل او بيعرف يمثل ده بيفرض نفسه. اشتغلت مع ممثلين كبار طبعا، يعني قلت لي احمد السقا، قلت لي حمد هلال، نجوم كبار على فكره، مي عز الدين. حياتك لما مريت بأزمة فكرت تكلم حد فيهم؟ لا، الخجل والحياء والكرامة تمنعني ان اكلم حد فيهم. لكن ممكن اكلم مثلا حد من المخرجين عادي جدا، ده عادي في الوسط ان احنا نكلم اقرب لك والمؤلفين. كلمت مين في أزمة كده؟ المؤلفين والمخرجين دول عادي جدا الواحد يكلمهم. يعني قول لي كده، مين وقف جنبك؟ وقفت رجالة أزمة انت كنت تعبان فعلا؟ لا، هو على مستوى اللي هو في جنبي كتير، يعني في الدكتور حسين مصطفى محرم ده حبيبي، وبرضه احمد ابو زيد. على مستوى المؤلفين، على المخرجين في كتير، يعني في محمد عبد الخالق، في الاستاذ محمد نقلي برضه كتير، ما ساعدنا كتير ووقف جنبنا كتير. لا في ناس كتير، يعني ناس محترمه جدا. يعني الوسط الفني زيه زي اي وسط، في الحلو في المر. وعلى سبيل المثال برضه اذكر يعني ان انا كان من ضمن مجموعه بتاعت معهد بتاعت كليه التجاره اللي انا كنت مسميه مسرح او معهد الفنون المسرحيه للتجاره، كان في دكتور اشرف زكي. دكتور اشرف زكي العملاق كبير، يعني نقيب الدكتور دلوقتي نقيب الممثلين كلهم. طبعا ده كان معانا في كليه التجاره وراجل محترم جدا، وهو اشرف ما زال لحد دلوقتي الدكتور اشرف بيقف مع ناس كتير وبيساعد ناس كتير. بس هو حته ان انا اكلم مين، وان انا طبعا برضه بتحرج وبتجرح جوايا قوي. طب ليه هو الناس مش فاكريني؟ طب ليه المسؤولين مش فاكريني؟ ليه المنتجين مش فاكريني؟ ليه المخرجين مش فاكريني؟ ليه لازم اتكلم؟ ولازم اسال؟ في ناس بتاخدها بحته ان انا ايه، طب ابعت على الواتس مبروك يا فلان العمل الجديد، الف الف مبروك. دي اشيك شويه، دي اشيك شويه. فكروا بنفسك. يعني وقد يجوز يعني ان هي تجيب نتيجه، يبقى في وراء ده اسلوب معتاد عليه وشرعي جدا. محترم. جدا. لكن في ناس كتير لا يمكن ولا اي وسيله اتصال، قاعد وقافل على نفسه خلاص مش هشتغل خلاص في الشغل. في ناس كتير جدا جدا كده اعرفها، يعني لا داعي لذكر اسماء، بس انا ذكرت لك كذا مثال. كان استاذ توفيق عبد الحميد ما كانش راجل بيكلم حد خالص ولا بيطلب من حد خالص، لكن لما رجع المسلسل الاخير ده جميل جدا، يوتيرن، رجع بقوه، يعني رجع بقوه ورجع عملاق. بس هو حالته الصحيه ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. امين يا رب العالمين. وجه له كل تحيه. طبعا بنوجه تحيه كل الناس العمالقه دول، ده جيل محترم. نورتني وشرفتني، ولقائك كان جميل جدا. خليك يا استاذه، والله انا سعيد جدا باللقاء دوت، وسعيد جدا ان حضرتك اللي ادارت اللقاء، وحضرتك حوارك شيق واسئلتك ممتعه، وسعيد جدا بجمهور صدى البلد. بوجه للناس كلها كل التحيه والتقدير. أنا تتلمذت على إيد أخويا وحبيبي عمنا صلاح حمد الله. أول أجر أخدته 150 جنيه. اللي عايز ينجح لازم يكون حمادة هلال في نفسه. في الكواليس كوميديان جدا، بيضحك أي حد يعني.
احنا زمان كنا بنقول ليه الممثل ده جميل جدا، فيقول لك اه ما هو الدور بينادي صاحبه، دلوقتي الدور بينادي صاحبي. في ناس عمالقه وقاعدين في البيت، ده جيل محترم. في ناس النهارده بتدفع فلوس عشان تشتغل، في ناس بتدفع فلوس عشان تشتغل. الخجل والحياء والكرامه تمنعني. لكن هي المساله دلوقتي بتعتمد على الشلاليه وبتعتمد على المعارف وعلى الوسائط اكتر من اي حاجه تانيه. مش هشتغل خلاص. دايما كل اللي بيحلم بالقمه في عالم التمثيل بيبقى صعب قوي، يعني كتير هتلاقيهم حاولوا ينضموا للعالم ده وفي اللي ما سابش بصمه خالص، وفي اللي خد دفعه كبيره جدا وما كملش، وفي اللي حشر نفسه وبرضه ما كملش. عالم صعب. تيجي بقى تفتح التيك توك تلاقي كل العيال عماله تمثل، والكبار بيمثلوا، والرجاله بتمثل، والستات بتمثل، والبنات بتمثل. طب هو انتوا فاهمين العالم ده صعب قد ايه؟ طب انتوا مدركين ايام وشكلها ايه؟ او واحد منهم خومنت الكبير وقف قدامه ممثلين كبار جدا بيقول لك في ناس عظام عني خالص ما ينفعش يقعدوا في البيت. خلينا نتفق اتفاق، هو بيشد المجال ده ناس كتير جدا، ويمكن مع تطور السوشيال ميديا هتلاقوا ناس كتير كتير، دكاترة مثلت، مهندسين مثلت، ناس موظفين في أماكن زي استاذ عمرو شميس، راجل محاسب على فكره مثل، هتلاقي حتى في مذاعات مثلت، ولكن هو مش سهل ابدا ابدا. يعني مش عشان انت مثلا عندك مليون مشاهده على التيك توك انك كده هتنافس مي عز الدين، مش عشان مثلا انت عدتي مشهد ومثلتيه او انت هتبقى احمد السقا. هو انت هتوصل للقمه بعد ما تعدي بمراحلها، مراحلها بقى كلها، يعني هتشوف الجيل ده او النجوم دول ايامهم عدوها ازاي، فبناء عليه وصلوا للقمه. فنانه كبيره زي منى زكي، محمد هنيدي، احمد مكي، ناس كتير قوي، ياسمين عبد العزيز، انا مش عايزه انسى حد. طيب كان على ايامهم موضوع صعب جدا، يعمل اوديشن واثنين وثلاثة، وده كلام المخرج فلان عايز دور، طب روحي ترشحي، طب اكلم حد ولا اروح لوحدي، طب اقف كده هو يختارني. في مخرجين بتختار بس، في مخرجين بيقول لك انا شفت واحدة جميلة جدا وتصح له الدور ده، انا انا انا. طيب اللي بيفتح كاميرا الموبايل ويقف يعمل دور قدامه، مش بقى الموضوع اسهل؟ طب لما تاخده بقى تنزله السوق العمل ده، النتيجة بتاعته هتبقى شكلها ايه؟ عايزة تقولي ايه يا نهال؟ هقولك، في كل المهن في نجاح ذو قيمة ووجود ذو قيمة، وفي نجاح بلا قيمة. هتلاقي نفسك موجود وناجح وعامل ارقام، لكن ما انتش معشش في قلوب الناس، ما انتش واقف على ارض صلبه، ما انتش حد موجود وباستماته،
ما انتش مستني حد يقولك كلمة فيحبطك، لا انت صاحب حاجة حقيقية. أخطائك مش كتير، مفيش حد بلا خطأ، بس أخطائك مش كتير. ده شخص قد المسؤولية اللي هو فيها. بقيت أخد بالي دلوقتي إن كل ولادنا إيديهم على الكاميرا، هو عايز الكاميرا. طب وبعدين؟ بعدين بعد ما تاخدها هل هتلاقي نفسك ضيعت وقت وإن مكانك كان يبقى أفضل في حتة تانية؟ ساعات بناخد وندي مع نفسنا في الكلام. بيقولوا على أصحاب المهن اللي بتقف قدام الكاميرا دي، هم بيحبوا الكاميرا قوي وما يقدروش يعيشوا من غيرها. طب لو ما عملوش حاجة هيحبوها ليه؟ المهنة دي زي أي مهنة، ليها مخاوفها ومصاعبها، ودايما حاول ما تاخدش تدخل الحاجة اللي تهلكك وتوجعك. لا، كنت سعيدة جدا بلقائه وحسيت انه قد ايه مهذب وقد ايه اخلاقه جميلة ونبيل وقد ايه طيب، شخص بيتكلم بعقل بهدوء. يمكن احنا ما نعرفش غير النجوم، ان احنا بنشوفهم على افيش او لما نتفرج على فيديو على التي في المسلسل او لما بنشوف فيلم، لكن فوجئت ان الادوار التانيه والتالته دي فيها ناس جميله قوي. انا استمتعت بلقائه جدا جدا جدا، ان شاء الله يبقى له حظ اوفر الفتره الجايه ونشوفه كتير. طيب تكلمي في ايه تاني يا نهال؟ هتكلم لما الحاجة تلمع قدامك قوي تجريش عليها بقلب قوي، اقف خلي لمعانها ما يسرقكش، خليه يزغلل عينيك. لما يزغلل عينيك تتأدنى. طول الوقت مؤمنة جدا بالأحلام وبحبها، وما بلاقي حد بيحلم حلم كبير بقعد قدامه بيراودني سؤال واحد، يا ترى انت قده؟ قده بقى في ناحية ايه؟ كل نجاح بمشقة. لو دكتور كبير او مدرس كبير او بنت بنكير شاطره قوي وعندها عملاء تقال او مدرسه في مدرسه بسم الله ما شاء الله عليها، لما تبص وراه هتلاقي مشوار صعب. حط انت نفسك وهيئها للمشوار الصعب ده. دايما احلم لبكره مش للسنة الجاية. خلي أحلامك ملكك، ملكك أنت. ناس كتير هتستغربني، إيه أنا اللي بتقوليه ده؟ ده في ناس تقولك أنا بحلم للسما. بعدين أنت هتيجي سبع أرض، خليها بين إيديك. بلاش أحلامك تقلب تطلعات. يعني نفسي اغير عربيتي، احلم تغيرها بس ما تجيبش فراري لامبورجيني. احلم على قد ايدك احلامك، خلصها عشان تقف تفتخر بنفسك. اقف في الطابور واقف على السلم واطلع الدرجه دي، خلصها بمشقتها بتعبها بدرجاتها، خلصها بحروبها، انقل على الدرجة اللي بعدها. تعليم نفسه كده، خلص أولى يطلع تانية، أما اللي بيخلص أولى بيطلع خمسة ده نعمل بيه إيه؟ هيروح يعني هيروح برب نعمل بيه إيه؟
خلص حياتك سلمه سلمه وقف عليها وتمكن منها، وقتها بس هتبقى قوي، اي خبطه مش هتهزك. استحاله. الشباب فتحوا مداخلات، هتواصل معاكم وبعتولي كل رسائلكم على صفحة البرنامج اللي باسم نال طايل على الفيسبوك أو على صفحة قناة صدى البلد، لأن أنا بكن لهم كل احترام. وفعلا بيبعتولي طول الوقت، يا نهال دي تخصك، يا نهال دي تخصك. بشكرهم جدا 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 كلهم على رأسهم أستاذ محمود مكاوي، يمكن عاملين في السوشيال ميديا طفرة والله، بشكرهم جدا جدا. بعتولي كل رسائلكم. بقعد انا بنفسي كل يوم ما عدا حد واربع، سبت وثلاث، سبت وثلاث بقعد من 12 لحد الساعه 3 الظهر، والساعه باقي الايام بقعد الساعه 9 بالليل ما عدا حد واربع طبعا، لاني ببقى معاكم هنا، برد عليها بنفسي وبستقبلها بنفسي اهو. شكرا يا اساتذه، دي صفحتنا اللي على الفيسبوك. شكرا يا كريم. ما عنديش اي صفحات تانية خالص، ما عنديش اي حاجه تانية، دي صفحتي على الفيسبوك، واعتز بيها جدا، ومن صفحات المانوال اللي احنا عملناها واحده واحده تشهد عن المشوار يعني. بدات مداخلات يا احمد يا سامي؟ خلاص. طيب معانا الحاجه حمديه من المنوفيه. مساء الخير. مساء الفل يا قبل. ازيك يا حبيبتي، منوراني. الله يطول عمرك. منوفيها وناسها الحلوين. متابعاكي على طول، وبشكرك على البرنامج الجميل اللي بتقدميه ده على راسنا. ده انت اللي مكالمتك على راسي يا ست الكل، اموريني والله العظيم. الامر لله ونعم بالله. زعلانه ليه يا ست حمدية؟ ابني عنده 40 سنه، ربنا يخليه. مدمن مدمن. الحلقه اللي فاتت مدمن. تعالجنا كتير وسيبنا المنوفيه ورحنا قعدنا في سينا. سبت المنوفيه وعشت في سينا؟ عايشة في المينا والله، قصاد السفينة واقفة، سبت بيتي وأهلي وقرايبي وكله. ليه؟ عشان جبته معايا وجيت، عشان الناس الوحشة اللي بيسافروا في الحاجات دي تحت وبيشربوا. اه. جينا قعدنا سنة ونص حلوين هنا، رجعوا اتصلوا عليه تاني وخدوه ونزل تاني، سابنا ونزل بقاله 7 8 شهور، مخلي البلد تحت الطوب وصوات، ما خلاش حد في البلد بتاعتنا إلا ما شتمها وهزقها. لا اله الا الله محمد رسول الله. جبت الشاب من الصيدليات وجبت حشيش، بقالنا 3 ايام ما نمناش على بهدلته في ولاد عمه فخ البلد، يا ابن التراب يا ابن المقادر سرق ضنك. هو بقاله كام سنه في البلاء ده؟ ده عنده 40 سنه، ده عنده 40 سنه. بقاله كام سنه في البلاء ده؟ بقاله 20 سنه. 20 سنه؟ يجي 20 سنه. وعالجناه عند دكتور خصوصي أبو سلمان رئيس مستشفى في أمه بعد شبيه، وكنا قاعدين بوخ في البيت أنا وأبوه، مفيش فايدة، ده مفيش فايدة، شوفي ما خلناش خليتنا حاجة. هو ابنك الوحيد؟ لا، معايا ولد كمان في حاله مستقر لوحده، مالناش دعوة بابا. ده ابني اللي كان حبيبي بيسأل عليا رمضان اللي فات، يسخن الأكل ويجيبوا لي على السرير، أنا تعبان وابوه 72 سنة سكر وتعبان وضغط بقاله 20 سنة. أرجوك أنت لو نزلت البلد كفر جنزوك عند العمدة، أنا ما أقدرش أوديك البيت، إحنا اللهم صل على النبي بنين في قرصين وحاجة حلوة أوي. أنا طالع العمر أهو خايفة أنزل البلد أسلم على أهلي، هطلع من هنا على المطار. والله زي ما بحكي لك يا مؤمن، عشان لا يحبسنا بالطب ولا يشتمنا ولا يهزقنا. تقعدي انت وجوزك تواسوا بعض تقولوا ايه؟ قاعدين في قلب الوباء، في قلب المين؟ السفينه قصادي والله وانا بكلم. انت عايزه ايه يا ست حمديه؟ عايزه تاخدوا تعالجوا بينكوا سوا. حاضر. حاضر يا حبيبتي. عايزه اتكلم على، طيب ما دام الست حمديه والشباب فتحوا المداخلات، ممكن والله وقت حلقتي ضيق فسامحوني. حاضر يا كريم، حاضر. بشكر ردود افعالكم جدا على الحلقه اللي فاتت، وبطمنكم على محمود ومريم، هما موجودين دلوقتي في المستشفى العسكري وتحت العلاج والمراقبه والملاحظه. عايزه اقول ان شبابك امانه،
عارفين كلمة العمر بيجري وبيفوت؟ أيوة العمر بيجري وبيفوت، ما تجاملش بعمرك، ما تجاملش بيه، ما تدفنش نفسك في وهم. اتكلموا مع أولادكم بالراحة، يمكن أكتر ما يميز البرنامج ده والحاجة اللي أنا فاجأتني الفترة اللي فاتت، إن لقيتنا بنكلم الجيل 18 19 20 لحد 25 سنة، وأنا كنت متخيلة إن الجيل ده ما بيسمعنيش. لقيت العكس تماما. لما بروح الجامعات في ندوات ولما بقابلهم بفرح جدا. يعني لقيتهم حافظين حلقتنا. فبقول اللهم لك الحمد اللي إحنا قدرنا يبقى في بيننا وبينهم لغة حوار ويسمعونا. ما تجاملوش بأيامكم وبحياتكم. عيشوا سنتكم وفرحتكم وفرحة شبابكم. إدمان دمار. تعالوا نطلع نشوف التقرير الجاي معانا ونرجع لكم مرة تانية. ابقوا معانا. تتواصل الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم التموينية. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 43 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمثل خطرا على صحة المواطنين حال طرحها بالأسواق. خلال حملات شنتها الإدارة بالمنوفية والشرقية والقليوبية والقاهرة والجيزة، كما نجحت الإدارة في ضبط 33 طن ملح طعام و30 طن زيت طعام، إضافة إلى 13 ألف لتر زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والجيزة والشرقية، وضبط 26 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والشرقية، وضبط قرابة 9 أطنان أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بقنا والشرقية، وضبط 20 طن منظفات صناعية غير صالحة للاستخدام بحوزة مسؤول مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بالشرقية. وعلى صعيد التصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 386 طن سكر. قام مسؤول عدد من مخازن تجارة السلع الغذائية بالجيزة والقاهرة بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما نجحت في ضبط 12 طن دقيق. قام مسؤول مخبز سياحي بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها. وضبط 10 أطنان ونصف دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية استولى عليها مسؤول مخزن غير مرخص بالجيزة. وضبط 20 طن مواد بناء حجبها عن التداول بالأسواق اثنين من مسؤولي مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية. وضبط 20 طن أعلاف حيوانية. قام مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. كما نجحت الإدارة في ضبط 26 طن ونصف منظفات صناعية. قام مسؤول مخزن للمنظفات الصناعية بدون ترخيص بالقليوبية بحجبها عن التداول بالأسواق. وضبط 50 طن أسمدة زراعية حجبها عن التداول بالأسواق أمين عهدة إحدى الجمعيات بالجيزة لرفع أسعارها. وضبط 17 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بسوهاج. كما تمكنت الإدارة من ضبط 17 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالقليوبية. كما أسفرت جهود الإدارة في مجال حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 45 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع تم حجبها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في تفاصيل. الفقرة اللي هقدمها لكم دي يمكن من أحب الفقرات لقلبي، عشان بكلمكم فيها بدون تحضير، تلقائيتنا بالطريقة اللي تعودنا عليها أنا وإنتوا، شكلنا بقى إحنا، حياتنا إحنا، دنيتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى
حطها لنا في كتابه الكريم وما سابش اقل وادق تفصيله. نودع حياتنا دي خالص ونروح بقى نشوف كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده منورني ومشرفني مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي. اهلا وسهلا بيك يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك، ودايما اللقاء ممتع ودايما شكرا. اللقاء فيه خير، ويكون فيه خير على المصريين كلهم وعلى الامه كلها. اللهم امين يا رب العالمين. فقد يا مولانا، فقد بيوجع. اي فقد، ساعات كتير تلاقي ست اتطلقت من راجل وتقول لك يعني رغم اي ضرر وقع عليها لانها مفتقده حياتها معي. تلاقي واحد فارق، حد حبيبه خطيبته مثلا او زوجته، الا انه مفتقدها. زوج فقد زوجته تحسه مفتقدها. إيه، اب فقد ابنه او بنته. فقد صعب قوي يا مولانا، سواء كملنا حياه او حد فينا فارق. ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلوب ناس، واحنا بنقول يا رب انت صبرهم، احنا بندعي لهم يا رب صبرهم. ازاي بقى نواسي الناس دي؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كتب على الدنيا الفناء وعلى الاخره البقاء. الله. واشهد ان لا اله الا الله، عقدت المحكمه الالهيه فاصدر الله فيها وهو القاضي 3 قرارات في قضيه الموت. قال في القرار الأول: كل نفس ذائقة الموت. وقال في القرار الثاني: كل من عليها فان. وقال في القرار الثالث: كل شيء هالك إلا وجهه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا سيدنا محمد خير من عاش على ظهر الأرض، وخير من قبض إلى باطنها، نعاه ربه وهو حي. فقال الله تعالى لنبيه ومصطفاه: إنك ميت وإنهم ميتون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم تموتون، وإنما يعجل بخياركم. أما بعد، الفقد هو قمة الحزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما فقد وحيده إبراهيم ظن الناس أن النبي قوي لن يبكي، وأن الأمر سيمر عليه سهل يسير، يضحك يعني معهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم مفاجأة شديدة. وجدوا النبي يبكي، حتى عمر بن الخطاب قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: إنها الرحمة، إنها الرحمة. فنظر النبي إلى ابنه بعد أن غسله وكفنه وواراه التراب بيديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا إبراهيم، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يا إبراهيم، إذا أتاك الملكان وسألاك فقل لهما: الله ربي والإسلام ديني ورسول الله أبي. صلاة وسلاما دائمين على سيدنا محمد. الدموع رحمة. هو حد يصدق يقول ان الاسلام متحجر؟ الاسلام الواحد المسلم لازم يبقى حجر، مش ممكن. اذا لم تكن الرقة في المسلم ففي اي مكان تكون. وبمناسبة هذا الشيء، الحقيقة بمناسبة الفقد، ان نعزي الاهل كمؤسسة فاعل خير، وبرنامج العظيم اللي احنا في ضيافته برنامج تفاصيل، نعزي كل الاهل في عزبة النجارين وفي طنوب وفي كفر ربيع، في ابننا رحمة الله عليه مهاب عبد الغني محمد القاضي. هذا الشاب الجميل لم نجد اتفاقا على حب مثل ما يحبون الناس، كبير وصغير. إذا سألت الكبير حضرتك تقوله ده كان ولد ناصح، إذا سألت الشاب يقول لك عمره ما غلط فينا ولا عمره اتكبر علينا، لأنه كان في كلية شرطة ولا كان ضابط ولا كان كده. لا 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 خالص. لما عمل الحادثة مهاب، كانت العنبر اللي هو كان قاعد فيه في الرعاية المركزة كان فيه آلاف مؤلفة، البلد كلها كانت تسهر مع أهله، الحاج علي عمه، الحاج أحمد،
اللي هو الحاج عبد الغني ابوه، كل الناس حواليهم، الحاج فتوح العريان، المقدم سامح العريان، العميد ايهاب سويد، كل الناس ما شاء الله كلهم واقفين معاه بشكل كلهم اهله وحبايب وغيره. ابوه واهله قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وما اسعدني جدا بعد ما خطبت الجمعه ان انا اسمع امه تصرخ في النساء وتقول لهم ما تصوتوش زغرته، انا عاوز ابني اللي مات ده يحس ان انا بزفه انه رايح الجنه. هو النهارده هيتجوز من الحور العين. يعني ان الام تصبر كده في موت ابنها ده من عند ربنا. انما الصبر عند الصدمه الاولى. انما الصبر عند الصدمه. تقف هنا يا مولانا. انما الصبر عند الصدمه الاولى. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الاول ونرجع لكم مره تانية، وده ايه اروع ما تكون، ابقوا معنا. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك. ما اجمل الانفاق في سبيل الله اذا كان في الماء. هذا بئر ماء في هذه المنطقه التي لم يكن بها ماء. لك صغير بيكون في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس. ألف شكر لكل اللي اتضرعوا عشان احنا كنا محتارين في المية. دلوقتي الحمد لله ربنا ولاد الخير كطاء. بندعي لهم والله كل مرة، كل ما نملى من المية بندعي لهم. وربنا يطول في عمرهم ويرحمهم ربنا. يرحمهم ربنا. كنا بنروح نمنع من عند الجيران من هنا. معايا مفيش مقدرش مفيش كفايه. نشكر فعل الخير، كنا بنجيب ميه من بعيد وهم سهلوا علينا موضوع البير والميه، وان ربنا يجازي كل واحد متبرع خير. كويس ما شاء الله، ربنا يبارك لكم. والله كنا بنملى ميه من بعيد. ربنا يبارك لكم ويجعل في ميزان حسناتكم يا رب. ومبسوطه والله يا رب، يبارك لكم. حلوه يا رب، يبارك لكم يا رب، قدركم على فعل الخير يا رب. والله حلو، كنا بنملى ميه من بعيد ما كانش عندنا ميه. نشكر الحاجه ماجده على الميه، كنا بنروح نملى من بعيد بالجراكن ونجيب. دلوقتي الحمد لله يعني الميه بقت جارينا، يعني مش محتاجين. والحمد لله ربنا يكرمها ويوسع عليها زي ما وسعت عليها. والله الناس دي يا عم احلى حاجه التجاره مع ربنا. يعني التجاره مع ربنا الايام دي، سيبك من الدنيا دي خالص، بس التجاره مع ربنا حاجه تمام يعني. ونقول له المستشار احمد جزاك الله كل خير يعني. بنقول له الف شكر لمؤسسه فعل خير الخيريه، وبير والله جميل وناس محترمه والله اللي جوا ركبولنا البيت. ولا قل شيء في يوم، بالعكس ده اسال الله سبحانه وتعالى كما أدخلتم السرور عليهم يدخل الله السرور على قلوبكم. لو لاحظتوا الأبار هتلاقوا إن مفيش اسم في الحملة الجديدة مفرد. رجل وزوجته، إخوات لوالدهم، أبناء لوالدتهم، حاجة جميلة قوي. الحملة دي حضرتك التقرير الجديد، احنا خلصنا الخمسين بير في بني سويف، وخلصنا الخمسين بير في مطروح، وبدأنا في خمسين بير جداد في بني سويف، وبرضو خمسين في مطروح. ده في الخمسمية الرابعة، في الحملة الرابعة. احنا عاملين الحملة خمسمية، خلصنا اربع حملات، وبادئين ان شاء الله رب العالمين في الحملة الخامسة، وخلصنا منها 50 و50، وفاضل بادئين في 50 و50. حجز الخمسين الأولانية والواحد في الخمسين الأولانية والتاني في الخمسين الأولانية أهل الشهيد مهاب وأصحابه. يا الله. يعني هو قالوا العياط مش هيجيبه، اللي هيفرحه ان احنا نتصدق عليه. وان احنا ميت بيفرح يا مولانا جدا جدا جدا. يعني ميت لما انا اعمل صدقة على روحه يفرح، يحس ان انا ابن اختي اللي عملها، صاحبي اللي عملها، ابني اللي عملها. هم هناك ادق احساس مننا احنا. مفيش هنا معلش يعني احساس. الواحد بيشوف واحد عطشان ما بيدلوش ميه، والواحد بيبقى راكب العربيه. مولاي الخير في امتي لا يوم الدين. ايوه. بعض الناس
بعض الناس، لكن بصراحة عاوزين كل عاوزين كل الناس يبقوا كده، عاوزين كل الناس يبقوا كده. يعني أنا عاوز الراجل اللي راكب العربية وشوف العامل اللي ماسك المقشة ده وهو العرق بتاعه يمد إيده بدل الإزازة ما تحمر منه وتصد منه وتبقى حارة منه يعني تسخن منه، يديها للراجل ده شوربة مية من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. ده أنا لما يبقى عندي يوسف الباز عيل عنده 10 سنين ويصر انه يقابل المندوب، يقابل المندوب احمد رسمي ويقول لهم لما يجي المندوب ما يمشيش ويصحوه من النوم ويقول له انا اللي متبرع بوصلة المية 3 ايام، طفل عنده 10 سنين. يا الله يا زين ما ربه يوسف الباب، حاجة حاجة في منتهى الروعة. ربنا سبحانه وتعالى العطاء يا مولانا. أيوة تربية، ربنا يخليه لأهله ويهديه لأمه. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب قلت لي بيشعر، يعني احنا في عيد الأم بنجري نجيب لأمهاتنا هدايا، ايه ما بنبقى بنتمشى اللي يجيب لبابا حاجة حلوة كده يفرحوا بيها. لما يغيبوا عننا لو احنا عملنا الصدقة دي توصل لهم ويحسوا يعرف ان فلان ابني فلان الكبير اللي عمل جاب عياله وجه وقرالي الفاتحة وعمل لي البير ده. انا عاوز الراجل وهو موجود يشعر بحنية ولاده لما يعملوا له صدقة. يا سلام لما ابنه يفاجئه ويقول له انا عملت لك صدقة ويركبه في عربيته اللي هي اصلا بتاعة ابوه ويروح يوديه يشوف البير. يا سلام. طيب ما حصلش، الولد كانت ايده ما معهوش المادة وهو موجود ابوه موجود، لما ربنا ييسر له بعد ابوه لو عمل البير ده ابوه هيحس بيه؟ ايوه هيحس بيه. يعني ابوه هيجي له في الرؤيه؟ ايوه ابوه هيجي له في الرؤيه، هيجي له وهو فرحان وحواليه اطفال صغيرين لابسين ابيض اللي هم الولدان المخلدون، وهيجي له فعلا فرحان ويقول يا زين ما ربيت. الله. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. انا ما عندناش ميه خالص، عشان نروح نجيب ميه نروح حوالي 2 كيلو 3 كيلو نجي على الكروزه نجيب ميه بزيار حد البيت انا. فاحنا عايزين فاعل خير يتبرع لنا بميه خزان او بير او اي حاجه يعني جنب البيت عشان نشرب من قريب، الاطفال يجيبوا ميه من قريب. هذه المنطقه منطقه اولاد بلد واحد، وانهم محتاجين للماء والناس تجي من بعيد والناس بتجيب الميه في جراكن، وانها موضوع الميه هذا موضوع عندنا انا موضوع متعب. طبعا بما ان الماء هي الحياه فمحتاجين بير حضرتك في التجمع هنا وجنب المسجد عشان الدورات المياه. اعظم ما يتقرب به العبد الى الله سقي الماء، فاسقي الماء يسقيك الله تبارك وتعالى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وتكون في صحبته صلى الله عليه وسلم. هنا ما فيش ميه خالص، احنا محتاجين البير ده ضروري بقدر الامكان. يعني المشهود اللي عندنا عملنا بيه المسجد ولسه عليه دين، بقى عليه ديون، مش قادرين نجيب فلوس حتى نعمل البير يعني. فأي واحد فعل خير زال الله خير يعمل لنا بير، محتاجين الميه ضروري يعني ان شاء الله. طبعا المسجد هنا جاي على طريق عام وفي ناس بتعدي على الطريق عشان تصلي لازم تحوز ميه عشان توضى، وطبعا ما عندناش بير احنا الميه. انا البيت بيت الله يا خلق الله، البيت بيت الله والمال مال الله، فلا تبخلوا على بيت الله بمال الله. الله أكبر الله أكبر. مولانا حد عايز يساهم معانا وخلاص، هو قرر يعمل حاجة لأبوه الله يرحمه أو أمه أو أخته، وفي نفس الوقت حاسس إنه محتاج يعمل الحاجة دي، بيتواصل معاكم على الأرقام بتطمنوهم إزاي؟ الأسعار إيه؟ ربنا يبارك في حضرتك، احنا عندنا على الشاشة 3 ارقام تليفون
جميع الشركات الاتصالات. طيب يعني انا ما ميسرين الحكايه دي خالص. هو حضرتك هيتصل ويقول انا من الحته الفلانيه، انا عاوز اعمل بير لابويا، عاوز اعمل بير لامي، عاوز اعمل بير واحد لابويا وامي، عاوز اعمل بير لزوجتي الله يرحمها، عاوز اعمل بير لاخويا الله يرحمه، عاوز اعمل بير لصديقي الله يرحمه، عاوز اعمل وصله ميه، عاوز اعمل نخله، عاوز سهم مسجد، عاوز سهم في محطه تحليه. بنقول له اهلا وسهلا وبنبعت له حضرتك المندوب يروح له لحد باب. اسعار ايه بقى؟ عندنا البير كامل سواء كان بير ارتوازي او بير تجميع ب 30,000 جنيه. اللي معهوش 30,000 جنيه وعاوز ومصر ان هو شارك معانا في حملة الابار، عملنا البير على 6 اسهم السهم ب 5,000 جنيه، عملنا المساجد اللي احنا شايفينها دي السهم فيها ب 5,000 جنيه، عملنا النخلة ب 5,000 جنيه، عملنا السهم في محطة التحلية اللي هي يعني الاجمالي بتاعها 120,000، عملنا السهم فيها ب 10,000 جنيه، عملنا وصلة المية اللي هو عداد المية ب 3,000 جنيه. طيب هكلمك في زوجة وأم عشرة جوزها 12 سنة 15 سنة، فجأة حال الراجل ده اتبدل، بقى قاسي جدا، بقى بخين معاهم جدا، بقى طبعه صعب مع زوجته، وهي صعب في السن ده اللي احنا ننفصل لان انت فاهم، فبيعدوا المطب ده. لو عملت صدقه ربنا يهدي لها جوزها زي ما كان، وخاصه ده مش حاله. الحمد لله رب العالمين. احنا بنقول اللي بيبدل الاحوال في البيوت ربما نظره حسد، لان قالوها زمان عضت اسد ولا نظره حسد. نظرة الحسد دي يعني عصارة الحقد من الحاسد، عصارة الحقد من الحاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ثم الأعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فلا يغير حال الناس من حال إلى حال إلا العين. من يملك هذا الشفاء ومن يملك هذا الدواء ومن يملك هذا الأمر هو الله سبحانه وتعالى. ومن أجل أن أمد يدي إلى الفقير، أمد يدي إلى المسكين، أعمل وصلة مية، أعمل بير، أعمل سهم في مسجد، أعمل صدقة في شيء من الأشياء اللي هي بتعملها المؤسسة، هو ده هيخلي ربنا سبحانه وتعالى يعدل الحال. أيوة، الله سبحانه وتعالى يبدل بعد العسر يسرا، ويبدل بعد المشاكل اللي هي يمكن وصلت قمتها الى المحاكم او الى اخره، ان هم يكونوا زي المية الساقعة ويقعدوا مع بعض ما حلتهمش الا ان هم يذكروا ربنا ويصلوا على الحبيب النبي بايه؟ بالصدقة. الله يا مولانا، ربنا يهدي احوالنا كلنا يا رب العالمين. تعالوا نطلع نشوف تقنينا الجاي ونرجع لكم مرة تانية. ابقوا معنا. الناس كلها تعبانه، انت مش انا بس، الناس كلها هنا تعبانه، حتى الفطر الميه مش عارفين يشربوها. الناس دي والله يا جماعه داخلين كل واحد كل واحده شايله فوق راسها الجيركن، محتاجه الميه تيجي هنا على طول عشان انا ما بعرفش اسقيهم، ما بعرفش حتى اشحمهم، ما بعرفش اكلهم، وجوزي تعبان ما بيشتغلش، العيال محتاجه ميه تشرب، ما بنلاقيش ميه خالص. تعبت والله من لف ودوران، ومن بعمل ميه من بره وبشيل فراس وبجيب من هنا، ما بقدرش اطلع بره هنا ولا هنا. مين اللي هيقول البلد دي لازم نعمل فيها ابار؟ وقال صلى الله عليه وسلم من سقى مسلما على ظمأ، مفيش ظمأ اكتر من كده، مفيش عطش اكتر من كده، مفيش ان الاب التعبان لما ابنه بالليل يقول له انا عاوز اشرب يقول له مفيش ميه، ازاي؟ اللي ادوكم شايفين السفه هو طيب يشر على الميه وبنزل وقش علينا ومش عارفين نعمل ايه، وحاجات بشر كتير كده، وتلاقي تعبين نازله وغش نازل، وخايف على عيالي، يعني عيالي تعبانين. والله المشاكل عندنا الميه والسقف والدنيا بايظه خالص، فاحنا مش عارفين نعمل ايه في الميه، وبنغلب اول على ما نجيب الميه من بره.
حتى خاطر الميه مش عارفين نشربها. مشاكل السقف حضرتك بص هنا حتت خشب وجوه حتت بتعدل بقى كده مسقفينها وجوه عريان خالص. فاحنا والله في النطره بنسيب البيوت كل واحد بيروح عند امه وعند ابوه. هذه الاسره تحتاج الى سقف، السهم فيه معروف، السهم فيه 5000 جنيه، 5000 جنيه نحمي هذه الاسره من حر الصيف ومن برد الشتاء. نخلص النية ونتوكل على الله ويبقى في بالنا حاجة واحدة، استحالة هنعمل خير وربنا مش هينصبنا منه نايب، استحالة. ازاي نعمل خير وربنا ما يدينيش منه؟ يعني انا اعمل سقف البيت زي ده ربنا ما يهديش بيتي، ما يهديليش ولادي، ما يهديليش جوزي، ازاي؟ ربنا اسمه العدل. حتى من كان عنده مشكلة يصعب حلها فليتصدق وسيرى جميل عمل الله فيه. الله. اللي عنده مشكلة بس يتصدق وهيشوف ربنا هيعمل له ايه. صح. من كان عنده مرض فليتصدق ليشفيه الله. من كان عنده ذنب ليتوب منه فليتصدق يغفره الله، يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. الله سبحانه وتعالى ما اوسع رحمته. تصدقوا قبل فوات الأوان، تصدقوا واعلموا أن ربكم رحمن، تصدقوا بالماء وانتظروا الأجر من رب السماء. طيب حد شاف الست دي وعايز يعمل لها السقف ده يكلف كام؟ عندي سهم في سقف ب5000 جنيه بيعمل أوضة وبيعمل صالة، لأن احنا بنعمل بالعرق واللوح وبعدين بنعمل صبة خرسانة صغيرة 5 سنتي أو 7 سنتي فوق العرق واللوح عشان يأمنوا من الحشرات ويأمنوا من كده. واحد عاوز يقول أنا عاوز أعمل السقف كله. أيوة. يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى كرمه يبقى هنقول 5000 جنيه لو الأوضة والصالة، لو أوضتين وصالة ومطبخ وحمام بيتكلف 10000 جنيه، لو قدامه حتة بقى دورة مية ومطبخ وبتاعي بيتكلف 15000 جنيه. فهو اللي عاوز يقول أنا المبلغ ده وأنا هكمل لكم على البيت وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. والكاميرا ما بتكذبش، الصورة ما بتكذبش بألف كلمة، بنصور له للعمل وبنوديه له وبنصور له اللي لسه وهو يكمل عليه. طيب سهم في المحطة بكام يا مولانا؟ حد عايز يعمل محطة مية؟ بدأنا في 5 محطات جداد وبدأنا في 50 بير في بني سويف وبدأنا في 50 بير في مطروح وبدأنا في 100 وصلة مية و100 سقف. السهم في سقف ب5000 جنيه، محطة التحلية السهم فيها ب10000 جنيه اللي هي كلها ب120000، عندنا البير ب30000 جنيه اللي هو السهم فيه ب5000 جنيه، عندنا السهم في المسجد ب5000 جنيه. نورتني وشرفتني ودايما لقائك جميل يا مولانا. ربنا يبارك في حضرتك ودايما في الخير ودايما نتقابل في الخير ان شاء الله. ان شاء الله. اللي معاكي ايه يا نهاية للفقرة الجاية؟ معايا لكل ست، كل ست وزنها زاد ونفسيتها تعبت وخايفة من عمليات ومحتاجة انها ترجع زي ما اتجوزت وتجربتها دي بتفشل مرة بعد مرة، اوعي تروحي في اي حتة، ابقوا معنا. اهلا وسهلا بيكم مره تانية في تفاصيل وختام مسك. فيش ست بتشتكي ان هي زادت جدا ومحتاجه ترجع؟ مفيش ست لما بتزيد ما بتبقاش وحشها نفسها، وحشها لبسها، وحشها الوانها؟ مفيش واحد بيبقى مش نفسه يشوف مراته حلوه، خطيبته حلوه، اب بيبقى نفسه يشوف بنته حلوه؟ طيب في حد بقى نتكلم عنه النهارده حاول كتير وبيفشل؟ في عوامل مساعدة يا نهال؟ أيوة في حاجات تقدر تخليني أنجح في التجربة دي؟ أيوة. ما تصعبهاش على نفسك، منوراني ومشرفاني. سارة زيدة، أهلا وسهلا بك يا سارة. إزيك يا نهال، عاملة إيه؟ أهلا بك وبجمهورك الجميل. أشكرك يا حبيبتي. اللي أنا قلته للناس ده صح؟ في حد بيفضل يحاول يحاول وما بيعرفش يوصل؟
انا من الناس اللي حاولت كتير لحد ما يعني ما درست ده وفهمته. لما عرفت جسمي محتاج ايه بالظبط عرفت اتعامل معاه صح. طب يلا بينا. هنتكلم الاول مثلا، انا كنت حد رفيع جدا، بعدين حد تخن جدا، دايما عندي سوء تغذيه، يا بتخن يا برفع، فما كانش الموضوع اصلا ماشي معايا مظبوط. فهمت بقى جسمي ايه المشكله فيه بالظبط، فهمت ان السمنه مش اكل بس، ممكن تبقى خلل في الهرمون، ممكن تبقى مشاكل في الغدد، ستريس، ممكن تبقى ستريس لان عندك الكورتيزول ده لما بيعلى بتبقى مشكله كبيره يعني. صح. لما فهمت المشكله بالظبط واشتغلت عليها ومع الرياضه طبعا، انت عارفه انا بلعب بوكسنج طبعا. اه ما شاء الله. من التمارين الحلوه جدا يعني. من هنا بقى بدات افهم فين المشكله وحطيت ايدي عليها، وبدات بقى ان انا ايه اوصل لرحلتي في الوزن المثالي. دايما بيبقى في جرس كده مزعج جدا، الارم بيضايقني طول الوقت، انا حرق قليل. طبعا. بدليل ايوه ان انا باجي اعمل دايت قاسي جدا، بنزل كيلوات قليله جدا ويكاد يكون جرامات، في بعض الاجسام بتبقى فعلا بالجرام، تلاقي حبيبتي طول السبع ايام عامله دايت، تيجي توزن اخر الاسبوع تلاقي نفسها نازله 900 جرام 850 جرام. اتكلميني عن ده بقى. طيب هنا بقى دي مش مشكله واحده، دي حاجتين مش حاجه واحده. اول حاجه الناس بتعمل دايت عشوائي، يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا واحده صاحبتها جربت تعمل دايت معين، صاحبتها خست، طب دي طبيعه جسمها غير طبيعه جسمك خالص، هي جربت ده فما حصلش معاها نفس النتيجه. اه تمام، يبقى دي مشكله ان هي بتعمل دايت عشوائي، لازم تروح الاول او بتجيبه من على الانترنت او من على الانترنت او الناس اللي تعمل دايت قاسي. خدي بالك ان احنا جسمنا ذكي جدا. يعني ايه ذكي؟ هو مش عارف انت بتعملي دايت ولا انت داخله في مجاعه ولا فيكي ايه بالظبط، فهو بيحاول يثبت كده في البلد على اللي موجود فيه علشان هو مش عارف ايه اللي جاي له، هو محتاج طاقه. لكن لو انا ماشيه مظبوط، اول حاجه اعملها ان انا اشوف الغدد عندي، خصوصا الغدد الدرقيه لو فيها خمول او فيها نشاط ده بيأثر برده في الوزن. تاني حاجه موضوع الهرمونات، احنا كستات لو في لخبطه هرمونات ممكن ما نخسش بسهوله. ثالث حاجه ومحدش بياخد باله منها كتير، موضوع ادويه منع الحمل. ايوه صح. وادويه الاكتئاب بتعمل سمنه ومحدش بيبقى فاهم ده. ممكن يا حبيبتي تكون بتاخد دواء منع الحمل وبتحاول تخس ومش عارفه تخس. ادويه الحساسيه، يعني لازم اعمل ايه بالبلدي كده، ادي العيش الخبازه. صح. اروح لا اخصائي تغذيه. معاكي ايه النهارده يا سهره؟ معايا كل حاجه. احكي لي بقى نظام دايت، عوامل مساعده، كبسول، احكي لي كده. طيب احنا انظمه الدايت عامه مش نظام واحد، هي كلمه دايت او ريجيم يعني نظام. أوه. تمام، بس زي ما قلنا كل جسم وليه حاجه مختلفه عن التاني. ماشي. انواع الدايت كتيره، بس على حسب طولك وعلى حسب سنك على حسب وزنك، حالتك النفسيه ما هي بتاثر، نشاطك، كل ده ما اقدرش مثلا انا اقوله مره واحده غير على حسب الحاله. حلو جدا. على كل وزن وكل حاله كل وزن وكل طول وكل سن ليه دايت مخصوص. عظيم. وفي انظمه دايت برضو مش عايزه اقول هي ايه بالظبط، بس الناس بتاخدها كده تجاريه بتخس عليها وهي اصلا علاجيه. يعني دايما نتكلم فيها دي، بلاش يا جماعه الدايت اللي موجود كده على النت ده، اقطع كذا واقطع كذا واقطع كذا. طب ما بتيجي في الاخر بيحصل لك شات داون، جسمك بيبوظ، وشك بيبوظ، شعرك بيقع، ضفرك بيتكسر. لو بيحصل شراهه بعد ما بتعملي كده جدا بقى. بيحصل شراهه جدا بعد ما بتفقدي مثلا وزن. أيوة معين بتزيديه الضعف. صح. طيب هنتكلم عن الستات اللي لسه ربنا كرمها ومعاها طفل اتنين، اللي هم لسه والدين. والدين. تقدر تعمل دايت؟ وبعد قد ايه؟ والنتيجه بتاعتها في الاسبوع بتتراوح بين ايه وايه؟ طب خليني اقول لك على حاجه. فضل. بس كده ايه، عشان احنا عندنا شويه مفاهيم كستات برضو مصريين مودينا كلنا في ايه، في ده. يلا بينا. الست وهي حامل اصلا كلي 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 عشان البيبي، البيبي صح. محتاج اكل الفاليو بتاعته، القيمه الغذائيه عاليه. يعني مثلا لو جبت لها صينيه قد كده حاطه لها فيها كل حاجه وصينيه ثانيه قد كده، هي القيمه الغذائيه ليها عاليه، فتلاقي الستات اصلا كده كده الحمل بيزود. فتلاقي الست اصلا عماله تاكل وتتخن، وان اصلك بتاكلي الاثنين، انت بتاكلي ليكي وللبيبي. بعد ما بتولد من هنا بتلاقي الست يعني مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تلبس، مش عارفه تتحرك، مش عارفه تمشي. ونخش بقى في مشاكل تانية لو هي مش متابعه مثلا نظام غذائي كويس مع فيتامينز كويسه، تخش بقى في خشونه ووجع في الظهر والكلام اللي احنا عارفينه اللي بيحصل بعد الحمل ده. فده بقى حله ايه؟ ان انا امشي مع حد متخصص طبعا، مش مع نفسي كده، مش هدخل على النت واجيب اي دايت وخلاص، يفهمني انا جسمي محتاج ايه. اول حاجه دكتور النساء بيحدد لي الفيتامينات. ماشي. دكتور التغذيه او اخصائي التغذيه بيحدد لي الاكل اللي هيفيدني، مش الاكل اللي هيتخني عشان اهل جوزي يفرحوا بيا ويقولوا ست رده كده وباكل عشان البيبي والكلام ده. ده بالعكس، بقت الناس دلوقتي تقول لك تزدتي قوي. واحنا طبيعي هنزيد.
تمام. ده غير بقى عضلات البطن عندنا، يعني انا مش عايزه اقول اعمم الفكره، بس احنا كستات مش مهتمين قوي بفكره التمارين. احنا عايزين نخس. ما هو الخسسان ده حاجه والتمارين دي حاجه والاثنين مع بعض. طيب. فما ينفعش ان انا اخس مره واحده كده. طيب. فدي حلها في السريع كده انها تمشي على دايت كويس وتعمل تمارين بطن كويس عشان تقدر تشد الترهلات اللي حصلت لها بعد الولاده. طب هكلمك في ست جسمها جميل جدا لكن مليانه من تحت، او عندها شويه بطن بعد الولاده. احنا او حتى بنت على فكره ما اتجوزتش خالص ولا حملت ولا ولدت. ايوه تلاقي بنات كده تلاقيها شرقيين سليم وليها شويه بطن كده تقعد تقول لماما انا حاجه. طب ما هو بره يعني ناس بره بتتمرن تمارين معينه عشان المنطقه دي تبقى كيرفي، بس في فرق ان انا ابقى كيرفي وشكلي هيلثي وجسمي ممشوق ومظبوط، في فرق ان انا عندي بقى ترهلات بقى وجسمي بايظ بقى. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هي ممكن حاجه تضايق شويه. اصعب دهون بتخس هي اللي من تحت لفوق. ان انا ابتدي اخد من الارداف والبطن لفوق، اول حاجه هتلاحظيها بتخس ايه؟ الوش، الدراع، الايد. حسي الحاجات اللي انت عايزاها اصلا هي اللي بتخس، والحاجات التانيه ليه بقى؟ لان انت كدستي هنا دهون كتير بتاخد وقت عشان تتحرق، خصوصا الدهون الضاره. ما في دهون نافعه وفي دهون ضاره. احنا بقى متجهين دايما للدهون الضاره، الاكل الدسم بتاعنا. ما بنقولش ما نقطعوش، لا نقطعه في اوقات وناكل في اوقات، بس ناكل اللي هو يعني ندوق، ناكل على قد وجبتنا مش نفتح فيها جامد يعني. طيب ايه اللي يخليني يبقى عندي سرعة حرق؟ أنا عايزة أحرق. أنا ست بتشتغل تروح الشغل ماشية على الدايت بتحافظ على جسمها، بس هي محتاجة تزود حرقها، عدت ال 30. حلو قوي. نرجع بقى تاني لأول حاجة اتكلمنا فيها في الحرق. فضل. إيه هي بقى؟ الهرمونات لازم تتعالج عشان برضه هتأخر معايا السرعة في الحرق كويس. الاسترس زي ما قلتي لي، الاسترس ده لو انت ايه وعندك هرمون الكورتيزول ده عالي هتفضلي تكدسي دهون في منطقه البطن على طول. الغدد لازم اروح لدكتور غدد اعرف انا ايه المشكله، لو انا مشيت على دايت واخدت كبسولات او اخدت اي حاجه وما خسيتش يبقى انا عندي مشكله في الهرمونات والغدد، لازم الاثنين دول اروح لدكتور يظبطهم لي. وقله النوم، انا لو مش بنام كويس جسمي كل حاجه فيه من جوه هتتلخبط. طيب هكلمك عن الزياده الوراثيه. تمام. بنت لا حول لها ولا قوه او ولد كمان. طبيعة حالي انا وباباهم مليانين، فهم مليانين. ننقذهم ازاي؟ طيب انت عارفه ان السمنه دي ليها استعداد وراثي. شكل الجسم خصوصا البنات ليها استعداد على حسب مامتها وخالتها وجدتها وكده يعني. لما انا الاحظ ان الطفل شهيته مفتوحه قوي ناحيه الاكل اللي هو unhealthy، ما بقاش فرحانه ان انا باخده باماكن بره وباكله والجو ده، لا خالص. ابتدي هنا صعب تمشي طفل على دايت، بس سهل تديله نصايح. تمام. يعني سهل اقول له ايه؟ هناكل دي لو كلت دي، ممكن اديله حته حلويات صغننه ضانت صغيره كده، بس تاكل الاكل الهيلثي لو انا شايفه ان ابني او بنتي عندها استعداد ان هي تاخد الشكل بتاع الجسم ده. تمام. بعدين في سن معين ممكن امشيه على نظام غذائي، ما امشيش طفل على نظام غذائي، بس ممكن امشي الطفل على اسلوب صحي. مش نظام يعني ما اقدرش امنع طفل ان هو ياكل شوكولاته، ما اقدرش امنع طفل ان هو ياكل حلويات زي اصحابه. صعبه مش هتعرف يعني هياكلها من وراكي. صح. لكن لو انا مثلا فهمته ان الحاجات دي مضره او الحاجات دي هتبوظ جسمه، مش طفولته بالظبط، بس هياكل منها حته صغننه. يعني هيبتدي ياكل بس هو عارف ان دي مضره مش هكتر فيها. إيه عشان سناني عشان جسمي. وابتدي انمي فيه حب الرياضه من صغره. خدي بالك برضو ان الاجسام لو متعوده على حاجه، يعني احنا ممكن نتعود على حاجه لينا نفسنا نعملها طول الوقت دايركت ليه. صح. بقت هابت. انا خدت ابني او بنتي اللي انا شايفه جسمها مثلا يعني مستعد للسمنه، ابتدي اوديه تمارين سباحه، اي تمارين فيها كارديو يعلي معايا الحرق، كره قدم، اي تمارين بتخليه يعمل حركه كتير. وامنع بقى بالتدريج الاكل المضر عشان ما يوصلش للجسم اللي هو هيكبر يبقى عليه ده. طيب اسره بتشوفني انا وانت دلوقتي يا ساره، اب وام زادوا في الوزن وزعلانين جدا اكيد عشان وقرروا يعملوا دايت مع بعض. هل نتيجتهم واحده وهل ممكن يشتركوا في الدايت، ولا ده بيجي لوحده كشخص وده بتيجي لوحدها كشخص؟ طيب خلينا متفقين ان جسم الراجل ميال ان هو يحرق اكتر من جسم الست. دايما محظوظين في كل حاجه. الرجاله محظوظه. هم عندهم الكتله العضليه اعلى مننا. تمام. وعندهم النشاط اعلى مننا. خدي بالك برضو احنا اسلوب حياتنا دلوقتي ميال للقعده اكتر، بنشتغل كتابيا اكتر، على الانترنت اكتر، مش بنتحرك زي الاول الا لو رحنا اتمرنا. تمام. فلو عندي راجل وعندي ست ما ينفعش الاثنين ياكلوا نفس الاكل. ممكن ياكلوا نفس الاكل بس هو ليه كميه اعلى خصوصا في البروتينات. صح. بس ممكن نمشي على نفس النظام بس مع اختلاف الكميه، مع اختلاف نوع التمرين وهكذا يعني. نظام
ممكن يخسس من 3 ل 4 5 كيلو مع شخص، ممكن ينزل واحد من 2 ل 3 كيلو. طبعا في حاجه ثابته تقدر، هي دي لو الشخص ده عمل النظام ده لمده 10 ايام يخس وزن ثابت. انا زيك زي غيري، حاجه ما تغششيها للناس كده. طب انا عايز اقول للناس بس حاجه، ان اي نظام بينزل بسرعه هو نظام مش حلو، هو حاجه مؤقته. يعني في نظام كده معين احنا بنسميه الانقاذ السريع. قولي لو جات لي عروسه مثلا. أيوة. جات لي حد هيصور بعد اسبوع. أيوة. حد عنده فرح قريب، اي حاجه، ده اسمه نظام انقاذ سريع. بيشتغل على ايه بقى؟ بيشتغل على الميه، على السوائل. نعمل ايه بقى؟ بيقطعوا فيه الكربوهيدرات، لان الكربوهيدرات بتحبس معاه، يعني كل جزء بيحبس. الرز، المكرونه، العيش. هقول لك على حاجه، الرز مظلوم والله بصراحه في الدايت، مظلوم. اي حاجه ربنا خلقها من الارض هي حاجه مفيده، اي حاجه عملناها بايدينا هي حاجه مش مفيده. يعني المكرونه، الباتيه، الكرواسون، الحلويات، اي حاجه فيها دقيق دي مش حاجات مفيده. لكن يعني الرز مظلوم ليه بقى؟ ده بيقول لك اقطع الرز. لا، مين قال اقطع الرز؟ بس مش هاكل طبق رز، هاكل على قدي حبه رز. دايما حد بيعمل دايت بيروح لحد متخصص، فبيحسب معاه نسبه معينه اللي هي الان بودي تيست، يبقى عارف الشخص ده في عنده قد ايه ميه، في عنده قد ايه دهون، في عنده قد ايه عضلات. بناء على النسب دي انا بحط الكميه اللي يقدر ياكلها في اليوم. يعني مش هحط الواحده من 8 ل 5 معالق، ومامتها من 8 ل 5 معالق، وباباها من 8 ل 5 معالق. ايه ده؟ في ايه؟ ما هو ده احنا كده حافظين مش فاهمين. لكن كل جسم، يعني مثلا انت عندك كل عضله، كل عضله صافيه في الجسم محتاجه 2 جرام بروتين. لو عملت الراجل دايت فيه بروتين قليل، الراجل ده جسمه هيتهد. طب لما يتهد ما هو هيخس؟ لا، ما هو هيخس هنا هيتدمر. ليه بقى؟ ان هو هيخس وهيزيد كتله دهنيه. يبقى يرجع تاني بقى الحته اللي كان فيها في الاول، ان هو وزنه هيزيد. فالاسره ممكن تعمل نفس الدايت، بس كل واحد بيبقى ليه كميه اكل مختلفه. طيب هنتكلم، حد يشوف ساره دلوقتي وعايز يدخل يشتكي لها شكوى كبيره جدا. يا ساره انا مليت من الورقه، عارفه انت ورقه الدايت؟ مليت منها وعملت دايت قبل كده وخسيت جدا، لك رجعت تاني، تقولي له ايه؟ هقول له ان الاخصائي الشاطر او الخبير الشاطر بيعرف انت عايز ايه، وجسمك محتاج ايه، وبتاكل ايه، وبتحب ايه، وبتكره ايه، وبناء على كده انا بحط لك المنوع. واحلى حاجه دايت اللي هو بيعتمد على، هقول لك على السعرات. وفي حاجات ممنوعه، او اسمه دايت القوائم، في حاجات ممنوعه وحاجات مسموحه، واسيب له الدنيا مفتوحه بقى ياكل اللي هو عايزه، بس الممنوع ممنوع والمسموح مسموح. رجاله بتشيش، الشيشه بتدخن؟ يعني الشيشه بتدخن. انا ما سمعتش ابدا في حياتي ان الشيشه بتدخن. دلوقتي ده دايما على الانترنت، بس هقول لك على حاجه، يقول لك الرجاله بكرش بسبب الشيشه. بسبب الشيشه؟ لا، الرجاله بكرش عشان بياكلوا كتير وبيقعدوا. يعني خلينا متفقين يا جماعه، وفي رجاله ما بتحبش تعمل تمارين. او ما بيتحركوش، على طول قاعدين سايقين مكتبه. يعني مفيش علاقه بين التدخين وزياده الوزن خالص. ما اعتقدش ان التدخين ابدا او الشيشه ليها علاقه بزياده الوزن، الا لا بقى لو تفتح نفسه بقى الشيشه فبياكل بعدها. يعني هي اوريدي ما لهاش علاقه. في رجاله تقول لك انا بقيت بكرش لما بشايش كتير. لا، دي حجه 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 طبعا، هو عشان قاعد في البيت. عشان قاعد. نصيحه منك يا ساره لكل الناس اللي بتشوفنا، حد قرر خلاص وعايز يبتدي، يتواصل معاكي فين؟ تقولي له ايه؟ يتواصل معايا انا على الارقام الموجوده. بتتعاملوا ازاي؟ احكي لي. يعني كل حاله، كل حاله بتبقى ليها طبعا نظام معين على حسب طولها ووزنها وسنها والحاله بتاعتها من ناحيه النشاط. يعني حد ما بيتحركش كتير هتبقى الدايت بتاعه فيه سعرات اقل، غير حد بيتحرك كتير. حلو، تمام. ناس شغلها عكس اليوم، عكس عقارب الساعه، بيصحى مثلا من النوم الساعه 5 فيبدا يتغدى الساعه 10 بالليل. بصي، حته التوقيت دي فيها ظلم برضه. اتفضلي. يعني ما فيهاش حته ان انا اصل باللي ياكل بالليل يدخل ياكل بالنهار. والله انت ايجابيه والله العظيم. انت دكتوره شاطره. كلي كلي عادي، بس اهم حاجه تعرفي تاكلي ايه بالليل. بلاش سكريات وكربوهيدرات بالليل، عشان اسمح للهرمونات البناءه، يعني اسمح للجي اتش والحاجات دي انها تبتدي تعلى. ناس تقول لك طب ما احنا بناكل في صيام متقطع بالليل، بس حضرتك ما بتاكلش السكريات والكارب الكتير اللي انت بتاكله ده. فوائد القهوه الخضراء. القهوه الخضراء دي حبيبتي بقى، القهوه الخضراء دي. القهوه الخضراء بسرعه كده عشان انا مش عايزه اضيع الوقت عليكي. القهوه الخضراء فيها مضادات اكسده، دي اهم حاجه في القهوه الخضراء. فانت لو بتشربيها وانت بتخسي، المضاد الاكسده مش هتخلي وشك يحصل له شيخوخه. في الكافيين هيديكي برده نشاط. الكلوروجينيك، يعني اكدوا الكلوروجينيك ده حاجه حمض موجود في القهوه الخضراء، بيساعد جدا في عمليه الايض.
تمام. طب مضاد الاكسده ايه لازمتها مع الايض؟ يعني ايه لازمه الموضوع؟ القهوه الخضراء، الشاي الاخضر، الناس بتقول الكلام ده ليه؟ خصوصا القهوه الخضراء، لان انت القهوه مش متحمصه وهي لسه خضراء، الحمض ده موجود. انت بتنضفي حاجه اسمها شوارد حره، فبتسمحي للخليه انها تشتغل صح، الطاقه بتطلع صح، فالايض بيشتغل معاكي صح. اخدها اشربها ولا كبسول؟ الاثنين، القهوه الخضراء مفيده في كل وقت، ومن 2 لـ 3 لو بتشربيها كقهوه. يعني نورتيني وشرفتيني يا ساره زاده بصراحه، يعني انت كل كلامك فيه طاقه ايجابيه. انا بحب الناس تبقى متفائله كده يعني. نورتيني فعلا وشرفتيني، ان شاء الله نتقابل تاني اكيد باذن الله، يبقى الكلام بينا اكتر اكيد ان شاء الله. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. ما اعرفش الحلقه الجايه اروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا ويدوروا حوالين واقع ويدور جواهم. استنوني كل يوم حد واربع على صدى البلد 2. كانت معكم نال طيل في امان الله.